تداعيات الثلاثاء الماضي ما تزال تلقي بظلالها الدامية على المشهد الأمني لمدينة عدن بعد مقتل حسين قماطة مدير أمن مديرية رصد بمحافظة أبين، حيث قامت قوات أمنية بمداهمة فندق العمدة بكريتر وقتل قماطة وتكسير كاميرات المراقبة في محاولة منها لإخفاء الأدلة. دليل واحد شاهد على تفاصيل الحادثة بقي طليقا، صالح محمد شيخ أحد أفراد حراسة فندق العمدة الذي كان بحسب مصادر أمنية متواجدا أثناء الحادثة. أكدت ذات المصادر قيام مسلحين بإطلاق النار عليه وقتله. كانت ساحة العروض بخور مكسر بعدن قد شهدت فعالية احتجاجية للمطالبة بتسليم قتلة قماطة، لكن الفعالية سرعان ما تحولت إلى مواجهات مسلحة مع قوات أمنية. لم تتوقف الاشتباكات المسلحة إلا بعد تدخل من طائرات أباتشي تابعة للتحالف العربي، والتي باشرت بإطلاق النار في محاولة منها لفض الاحتجاج المسلح الذي كان من المقرر أن يتحول إلى اعتصام مفتوح. الانفلات الأمني بعدن يبدو مرتبطا بخلل في طبيعة التشكيلات الأمنية، فمن لم يقتل عمدا قتل بالخطأ، حيث قتل الشاب عمر حزام بالخطأ على يد جنود شرطة بعد أيام من مقتل أحد ضباط أمن أبين على يد قوات أمنية. تكتفي السلطة المحلية بالتأكيد على متابعة القتلة، حيث أكد محافظ عدن عبد العزيز المفلحي على المضي بعدن نحو قوة القانون وبعيدا عن فوضى السلاح، بينما غرد رئيس الوزراء أحمد بن دغر عن فوضى العاصمة المؤقتة التي لا بد أن تنتهي.